Diwan FM 91.2. بالكاوو. علاش تقولوا الدنيا صعيبة والناس صارت فيها عجيبة؟ يزي مع مامته زدته وقلت عليها كلام وعدته. الدنيا مازال فيها الخير مهما صاروا فيها يصير. الدنيا مازال فيها الخير، مازالت ناس تناضل تحب تصلح تبدل مصير. مازال اللي يحب لبلاده بدمه يحمي لك بيت، يحب بفعله بقلبه وعليها يغير ويحلم ديما أحلى تصير. شباب يتحسب له حساب، يتحدى في اللازم العذاب، للحق يصور وما يسكت للي عليه يغور. وكبير يورث لولاد مبادئ وعقلية لجديد. الدنيا ما زال فيها الخير، ما زال الموظف اللي يخدم بضمير، يتعب هم الناس يفيد مش باش الشهرية يزيد، وما يقبل رشوة ولا فساد ولا يغلط في حق عفيد. ما زال الأستاذ والمعلم اللي للجيل الجديد رسالته بكاملها يعلم، وبأفعاله يكون قدوة وبيهن طمانه على جيل غدوة. وما زال التلميذ اللي يقدر ومن القراية ما يتكدر، وما زال الطبيب اللي المريض قريب، والممرض اللي يعطي حياته للناس الفايدة يقوم لباس. ما زال الأمن الباهي لمصلحة بلاد ولاهي، والتاجر اللي يجري على حلال وما يفسد في جرة ماء. ما زال المدير اللي يعطي حق الغير، والتاكسي اللي معاه متحير. في كل دومين مازال لمان، ومازالت الدنيا بخير بالصاحب الصحيح واللي يكون معاك صريح. في ظهرك كيما في وجهك ديما كلامه عليك مليح، بشريك العمر اللي يعطيك القيمة والقدر، لا يغير منك ولا عليك يتغر. مازالت الدنيا بخير بالناس اللي تحب الخير، الناس اللي للمحتاجة اللي يد تمد وما تشد اللقمة على حد، بالمحبة والعشرة والذهب الصحيح ومش قشرة. مازالت فما الرحمة وفي وقت الغسرة على الخير الزحمة، مازال فما القيم الصحيحة والناس الحنينة اللي تلقاها وقت الطيحة. مازالت القلوب حية بالطيبة والاحترام والمحبة اللي ما تتخبى، مازالت الناس بخير ومازال فيها الدنيا الخير. بالكاوو.